مشاهدينا الكرام متابعينا بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا وسهلا بكم في ثاني لقاءات اليوم في دوري تعليم الكبار او دوري الرياضي المجمع لمدارس تعليم الكبار. اللقاء الثاني بين مدرسه الفتح ومدرسه الفضيل بن عياد. ضربه ركنيه ملعوبه، الكره سريعه، نشاهد نتابع. خلصت الكره الماضيه، تصويبه حاضره، من ذلك منطقة الجزاء التسليمة القوية التي تعلمت استقرت في مرمى هابي عين. ثانوية الفضيل وبالتالي تسجل من الآن لثانوية الفتح ومع هدف التعادل، هدف التعادل إذا يأتي، هدف التعادل إذا يأتي لمصلحة الفريق الأحمر الفضيل بن عياد. هدف التعادل مطلع الشوط الثاني مباشرة مباشرة. والله فاكر فاكر الضغط هذا حامد.